ثم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم 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 إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمائلنا وعن يميننا وعن شمائلنا. ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عاف مبتلانا. اللهم عاف مبتلانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا جميعا من في هذه الشهر المبارك من النار برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. ربنا آتنا في الآخرة حسنة. ربنا آتنا في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار.